السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حبايبي متابعين قناة معلومات وفنون. نكمل علبة المناجيل السداسية. معلش أنا آسفة، هو في الفيديو اللي هو الجزء التاني هو الموبايل فصل. أنا مكنتش ناوي أعمل له جزء تالت بصراحة، بس هو قدر الله وما شاء فعل. هو الفيديو فصل على كده، وطبعا كنت أنا مشيت فيه يعني شرح الصف الداخلي ده كله، فكان صعب ان انا اصوره تاني. فهو كده قدر الله ما شاء فعل، ما مكتوب ان هو يتصور له جزء تالت. حبيبي يا ريت تعملوا لنا لايك وشير وتفعلوا لنا زر الجرس. هنكمل هنا باذن الله زي ما قلنا حضرات، واحنا قبل ما يقطع الفيديو اللي في الجزء التاني، ان احنا هنا بنشتغل 4 صفوف. بعد ما عملنا هنا وعدينا هنا 1 2، جينا عند التالتة والرابعة من على الحرف، جينا هنا 1 2 التالتة والرابعة اللي الدايرة اللي بتشتغل عليهم حطينا فيها خرزية ذهبي. وبعد كده هنشتغلوا 4 مرات، يعني هنا اهو سيبنا الأربعة الخمسة والستة والسبعة والتمانية، هنبني عليها 4 مرات فيها خرزتين. بس دايما تخليكي ايه واخده بالك عشان ما تعمليش غلط وترجعي تفكي، تعديها كده مع كل خرزة عشان ما نسرحش واحنا شغالين، ونعيد الشغل تاني كده اهو. نعده بالعكس بقى، هنا ادي 1 2 3 4، يبقى الغرزتين الغرزة اللي هتقوم دلوقتي اهي، ادي عدينا من 3 و4، ادي خرزايه وادي خرزية تانية اللي هي 6 على 2، 6 على 2، يعني بناخد خرزتين من الغرزة الموجودة. هناخده بقى كده واحدة بس ذهبي ونراعي العدد، طبعا بالالوان اللي انت هتعملوها مش شرط الذهبي والعسلي، حسب الالوان دي حسب اختيارك انت. اهو بص هنا انا اتلخبطت، هنا عملت واحدة وواحدة فعدتني 5، ما دام ما عدتش معايا 6 يبقى انا كده بعمل حاجة غلط. كده نحط 2 عسلي ونعمل العقدة بتاعتنا. بص كده هي عدت 6 يبقى مظبوطة. الدايرة دي انا همشي فيها كده، معايا واحدة اهي، همشي 1 2 3 4، هيبقى معايا 5. هو الخيط التخين في المجسمات حلو عشان بيمسك المجسم، بس بقى مش حلو في ايه، في ان لو في عقدة في الخرزة مش بنعرف نعدي منها الخرز، بتبقى مشكلة طبعا. عشان كده واحنا بنشتغل دايما نحاول نخلي العقدة بعيدة عن اي مكان هنشتغله فيه. بس هنا هنحط واحدة بس، ونقعد. بص كده عملت ازاي الفتحة اللي فيها، يعني هنطلع منها المناديل. انا كده كده خيطي خلص، همشيه في الشغل وهقول لكم هنعمل ايه بعد كده. بص كده حبيبي انا عديت كده الخيط، هي فتلة كانت طويلة فانا مرش اقصها، فضلت امشي بيها بالخيط داير ما يدور كده، انه بص هنا ماسك نفسه ازاي. طول ما انت ماسك شده شغلك وعامله المجسم صح. بص احنا كده قصينا هنا اهو فتله اهي قصيره مش طويله، بنيجي هنا عند الخرزه اللي في النص اللي قلنا هنعرفه بتاعت ايه، بناخد الدايره اللي جنبها، الدايره اللي جنبها واخده ايه 4 خرزات، بنعدي الخيط من ال4 خرزات دول اهو، 3 4،
هاجي هنا اعمل خرزتين ذهبي واعمل العقدة بتاعتي بص عملت ازاي، بص خدت هنا الزاوية ازاي وصلت ما بين دي ودي، بعد هنا الفتلة في الخرزة الذهبي دي كده، وارجع امشي الفتلة كده داير ما يدور لغاية ما اطلعها منين، من هنا، او ثواني كده عشان الفتلة قصيرة نقصر هنا شد كده الفتلة اللي جنب ده خليها قصيرة شايفين كده، نيجي هنا ناخد خرزتين ذهبي ونعديهم اربع خرزات اللي هنا دول اللي هم واخدين الزاوية، ونرجع نردهم تاني لغاية ما يقابلوا بعض، او ان احنا نعمل لهم العقدة كده بسيطة في مكان عارفين ان احنا مش هنشتغل فيه اهي، عقدة كده اهي شايفة عاملة ازاي، والف بقى الايه الخيط بتاعي جوه الشغل الجنب ده والجنب ده، بس هنا صادف ان في عقدة مش عايز يعدي اهي، عدت ان شاء الله اهي، نلف الخيط من هنا ونلف الخيط من هنا، بص اعطاني هنا الشكل عامل ازاي، شايف السبعة دي، هنعمل الجنب التاني زيها بالظبط، بص كده حبايبي اما اتقفلت عاملة ازاي، انضف بقى طبعا الخيط ده كله، بص هنا اما اتقفلت بقت عاملة ازاي، ده المكان اللي هيطلع منه الخيط بتاعنا بإذن الله، فتحة المناديل ده اللي بنطلع منه فتحة المناديل، هنعمل احنا دلوقتي هنبدأ نشتغل الجنب بتاع علبة المناديل، بنشتغل من اي جنب، من اي نبدأ من ايه، من اي من الزاوية من النص من اي حاجة، المهم ان احنا بنشتغله هنا اهو، هنا اهو هنشتغله ذهبي، وطبعا بقى بقيت التشكيلة بعد كده براحتك، بس احنا بناخد بس الغرزة وبعد كده زقك انت بقى، ادي 3 خرزات والعقدة، وندخل طرف الخيط التاني وننزلها لتحت كده، بص بقت عاملة ازاي، باينة 4 اهي كده 4 على 1، هنعدي خرزايه من الجنب الشمال، واحدة كده هيبقى عندي خرزتين، هعدي نلضم خرزتين كمان اهي كده بالمنظر ده 4 على 1، هنمشي بيها داير ما يدور 4 على 1، هتلاقي الخرزة بتخش كده بنخش معاها بنطلع بس ما نفوتش حاجة، هتدينا المنظر ده، طبعا هي 4 على 1، بنخلص دور وبنعمل اللي بعده
عايز تعملي كله لون واحد، عايز تعمليها هنا صف وصف زي ما احنا عاملين كده. المهم هنا بتعملي ارتفاع اللي يناسبك، 5 ادوار او 6 ادوار على حسب علبة المناديل اللي شغالة معاها. هنا علبة المناديل اللي انا شغالة معاها لقيتها طولها كده مناسب، عملت 5 ادوار، ادي دور 2 3 4 5 6 ادوار. هنيجي هنا بقى في القعر، بعد ما بنخلص بنيجي في القعر هنا بنشتغل من الزاوية، بناخده 4 خرزات نشغله من الزاوية كده، نقلب الشغل، نبدأ علبة المناجيل كده، نقلب علبة المناجيل كده، ونيجي هنا عند الزاوية. يستحسن تبدأي من عند الزاوية عشان تطلع معاكي الشغل مظبوط. باخد 4 خرزات ذهبي واحط عليهم خرزتين اي لون بقى، القعر ده اصلا محدش بيشوفه فممكن تعملي اي لون، اللون اللي هو متوفر عندك او اكتر منهم بتشتغلي فيه. بتحطي خرزتين بيبقوا دايرة 6 خرزات، بعدين ترجعي تمشي هنا خرزتين وتلضمي عليها 4 خرزات، 3 خرزات كمان عشان يبقوا 6. تفضلي شغالة كده للآخر، تيجي عند آخر الصف هنا انت بيبقى معاكي واحدة وبتاخدي 4 من اللون الذهبي وتلضمي عليهم واحدة، يبقى كده 6. ترجعي واحدة كمان في الصف اللي قبليها بيبقوا 2، عشان نعمله ايه الجنب اللي هو المدرج ده. بنرجعه هنا واحدة بيبقى 2 معانا خرزتين، بناخده الزاوية دي واحدة بس زي ما عملنا في وش هنا، زي ما عملنا في وش هنا. بنيجي عند الدايرة كده بس عشان تبان كده، بنيجي عند المثلث ده كده بناخده 3، وبنيجي عند الراس هنا بناخده واحدة. ما بنيجي نشتغله هنا اهو، نشتغله 3 6 على 3، في الزاوية دي او الراس دي بناخده 6 على 1. هنيجي هنا هنشتغله 6 على 3، هنا في الزاوية 6 على 4، وبعدين 6 على 1، 6 على 3، 6 على 1، 6 على 3، 6 على 1. وبعدين بنرجع هنا تاني بنشتغل 6 على 4، وهكذا نلفها كده. وصلنا للنهاية، وادي علبة المناديل اللي احنا اشتغلناها النهاردة. يا رب تكون نال اعجابكم. طبعا انا مرضتش زي ما قلت لكم ان انا اعمل لكم علبة المناديل التقليدية اللي هي كلها غرزة رباعية، لانها مبيبقاش فيها الزجزاجة دي، ودي بتدي شكل تحفة في الشغل، بيبقى منظرها كده حلو. هي متعبة شوية خصوصا في الرباعي على واحد، بس النتيجة في الآخر بتبقى مرضية ليكي واللي بياخدها. بص كده حبيبي، بص عاملة ازاي من هنا، اوريها لكم كده من كل الزوايا. بص هنا عاملة ازاي كده اهو، باينة هنا كده زجزاجة ازاي، هنا الزجزاج هنا الجنب ده، بس طالع داخل ازاي. بصوا هنا التجويف ده، بص منظرها جميلة. يا رب تنول اعجابكم، ويا رب اكون عرفت اوصل لكم المعلومه والشرح بتاعها. ومعلش سامحوني انا لو كنت طولت معاكم، انا مكنتش عايزه انزلها اصلا في 3 فيديوهات، بس هي النصيب بقى ان الفيديو التليفون فصل مني في الفيديو التاني، بس عشان اوضح لكم برضو كل تفاصيلها عشان ما حدش ايه يقع منه اي تفصيله. لو في اي تعليق بلغوني واكتبولي في التعليقات، وانا مستعده ابعت لكم الشرح على الخاص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.